السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكون بخير. دلوقتي يا جماعة الفيديو دوت يعني هشرح فيه كمبتدئ او حابب يتعلم يدهن الشقة بتاعته ازاي. هنتكلم عن اهم الخطوات واهم المراحل. طبعا انا عندي شقة وعايز ادهنها، ايه اهم الخطوات وايه الاساسيات اللي تتبع؟ اول حاجه، اول حاجه مهما عملت، نظفت مثلا الحيطان بالفوطه المادية او مقشه والكلام ده كله، وتدي انا على طول، ده اكبر غلط عامه، ده اكبر غلط. السيلر لازم حتى لو الشقه مدهون قبل كده او على المحار او على المعجون، لازم تديها السيلر. السيلر ده فايدته ايه يا جماعه؟ السيلر ده فايدته، طبعا هنتكلم وهوريك الطريقه ازاي ان شاء الله. السيلر ده فايدته بيمنع الشحوم والزيوت والاتربه، بيعمل عازل بين البياض القديم عشان تعرف تدهن على نظافه، ده اسمه السيلر، ده بمعنى صح بنقول عليه وش نظافه، بيمنع ازاله الاتربه والشحومات والزيوت. دي اول مرحله بتاعتي. انا دلوقتي انا عاوز ايه الخامات اللي انا اجيبها؟ وبيتخفف ازاي السيجار؟ وايه الحاجات المطلوبه؟ اولا لازم يكون معاك رولة نظيفه زي دي، دي رولة ودي رولة صغيره، لازم يكون معاك الحاجات دي، تمام؟ طيب ايه هو التخفيف السيجار؟ انا عندي سيجار زي ما حضراتكم شايفين كده في 1800، وفي سيجار زي ما حضراتكم شايفين ده 717. طيب ده بيتخفف ازاي؟ بيتخفف 2 لتر ميه. لو معاك باستيلا زي دي لازم يتخف ب 2 لتر ميه تدهن بيه الشقه. لو انت عايز تدهن الشقه وتجدد الشقه لازم تعمل سيلر الاول، ما ينفعش ان ادهن بلاستيك على طول كده، هيقشر منك ومش هي مش هيستدين معاك، هيقع فيما بعد او هيقشر. معظم الناس بتشتكي يقول لك الدنيا بتقشر وبتقع منه والكلام ده كله. اهم حاجه والمرحله الاساسيه اهم حاجه هي السيلر. السيلر ده بيعمل عازل على التربه والشحم. يقولوا له الطريقه ازاي بتخفف 2 لتر ميه، تمام؟ هوريك الفيديو ازاي طريقه التخفيف بالنسبه للسيلر، تمام؟ اما بالنسبه بعد مرحله السيلر نعمل بطانه. ايه البطانه دي بقى؟ بلاستيك مط. بلاستيك المط ده في انواع، في زي ما حضراتكم شايفين اللي هو السعاده زي ما حضراتكم شايفين، وفي ستارت، ده بلاستيك مط، ده بالنسبه لايه؟ للبطانه. بعد السيلر، بعد مرحله السيلر، بعد ما نغسل عمليات السيلر بتوش والجفاف بتاعها حوالي ساعتين او 3 ساعات، بعد كده تديها بلاستيك مط. بلاستيك مط دوت عشان الحيطه تعضم، تمام؟ بعد ما تعمل البلاستيك المط دوت، بتخفف ازاي البلاستيك المط دوت؟ البلاستيك المط دوت ده يعني ايه؟ لازم المرحله ديت بلاستيك المط بتخفف 2 لتر برضك ميه زي ديت، تمام؟ اي نوع بلاستيك مط، تمام؟ وتخف ب 2 لتر ميه. بعد كده هنخش على مرحلة السيلر وأوريكم إزاي. أول حاجة لو أنت مثلا تبدأ بيها هو السقف، لازم أنت تعمل السقف أول حاجة. طب واحد يقول لك طب أنا مش عايز أعمل السقف، ماشي، بس تحدد بالنسبة للوزر من فوق، بعد كده تبدأ من الجدور لو أنت مش عايز تعمل السقف. بس أنا بتكلم لو أنت عايز تبني الشقة لازم أنت تعمل السقف الأول، تمام؟ هوريك إزاي برضك. إحنا قلنا السقف برضك بالسيلر الأول، بعد كده بلاستيك النط اللي هو البيتون. هوريكم دلوقتي ازاي ندهن السقف، دي اول مرحله. تابعوا معانا. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ده سيلر 717، في ممكن اي نوع سيلر 1800، اي نوع سيلر، المهم طريقه التخفيف بتخف ب 2 لتر ميه، ونبدا شويه بشويه ونقلب عشان ما يحصلش، ممكن يحصل فيه يكون فيه شوائب او رايش، لازم نتقلب واحدة واحدة زي ما انتم شايفين كده يا شباب. نتقلب واحدة واحدة زي ما انتم شايفين كده. في ناس تشمئز تقول ايه ده بيقلب بايده، لا ده صحي، ده سنر مائي ما فيهوش اي ضرر، مش مواد كيماويه، ده سنر مائي، كل المواد اللي احنا بندهن بيها مائيه وليست كيماويه. نحن ده بيه ده كله مائي، ما فيهوش اي ضرر ولا على الايد خالص ولا الجسم، صحي.
نقلب كويس جدا عشان ما يكون في شوايب ولا حاجه، بنطلق شويه بشويه عشان نشوف درجه القوام بتاع السمر مناسبه، وممكن حسب البستنه، وبستنه كبيره ممكن تاخد 2.5 لتر. طبعا دي البستنه مناسبه ل 2 لتر المعروفه في السوق 2 لتر، ونقلب واحده بواحده كده، ونقلب شويه بشويه زي ما انتم شايفين كده يا شباب. دي نسبة التخفيف 2 لتر مية. دي كده خلصنا أول لتر. زي ما انتم شايفين كده يا شباب. بدون استعجال، لازم يعني تقلب بالراحة جدا وتشوف درجة القوام بتاعت السنر. دي كده خلصنا أول لتر. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ده اللتر التاني. نبدأ نقلب واحدة واحدة بردك. بعد كده يا شباب بعد ما نخلص التقليب كويس جدا، بعد كده نخش على مرحلة دهان الجدار. تابعوا معانا. كده شايفين يا جماعة، قبل ما نبدأ العمل بالرولة لازم نكون مبلولة مية تمام، وننشفها كويس جدا قبل الاستعمال. طبعا الرولة تبقى ناشفة، نبلها ونغسلها كويس وننشفها كويس. بعد كده نحطها في البستلة السنر زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ بنستقف ازاي؟ في ملحوظة مهمة جدا يا جماعة، السنر قوي جدا، ما تسيبوش يعني خط في السقف، عشان ده بيبدأ بيعمل علامة في السقف، لو سبته وعدى منك هيعمل خط. أهم حاجة التساوي واحدة واحدة. يعني أنا شوف، أنا بمس الرولة مش بغطسها كلها، بمسها بس. نبدأ شوف زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا بمشي لسه، شوف عاملين إزاي. وهرجع تاني يعني حتة مثلا في حالة في خط، برجع أأكد عليه تاني علشان الخط ده ما يعلمش في السقف. تمام؟ تمام. في بعض الرولات بيبقى في إيه، بتعمل خط كده في الآخر الرولة، لازم تعيد عليها تاني عشان ايه ما تعلمش في السقف. واهم حاجه ما يكونش فيه تسهيل، الرولة ما تسهيلش منك او تنقط منك على الجدار او على السقف زي ما حضراتكم شايفين. دي اخطر حاجه بالنسبه للسيلر يا جماعه، ما كنتش دهنت السيلر كويس جدا بدون ما يسيل منك على الجدار. شوف انت بتدهن السقف اهو، ممكن تسيل منك على الجدار وانت مش واخد بالك. عشان كده بقول لك لازم تمس الروله، ما تغطسهاش كلها في قلب البستله، تمسها بس زي ما حضراتكم شايفين. دي اهم مرحله يا جماعه واخطر مرحله، السيلر لازم تمس الروله ما تغطسهاش في البستله. تمام زي ما حضراتكم شايفين. ده انا اللي بقوله، تمسها بس مسها وتصفيها وتبدا ايه تعمل السقف، وما يكونش فيه خطوط. هنا عملنا السقف خلاص، عملنا عمليه الجدار. اهم حاجه ما يكونش فيه تسيين، وانت بترفع الرول لكن ممكن تسيل منك على الجدار. اهم حاجه ما يكونش فيه تسيين، خد بالك. ويجوز ممكن ممكن تلون السنر، ممكن تحط عليه نقطه اصفر او اي لون انت عايزه، نقطه صغيره عشان ده عشان يبين لك العيوب لو في اي عيوب ولا حاجه. تمام، ينفع يعني تلون السيلر. في ناس بتبطن بالسيلر، بس احنا بنتكلم على الايه، الدايره انه مش متوفر، يعني ما مش الظروف ما تسمحش انه ما هوش مثلا يبطن بالبلاستيك. في ناس بتبطن بالسيلر. احنا نسينا نتكلم على بالنسبه لاسعار البلاستيك المط. طبعا في بيبدا من 100 جنيه وفي 75 جنيه حسب الاحتياج. بس بالله عليك ما تنسوش تعملوا بلايك والشير والشايك في القناه. بعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل البطانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.